عروس الصعيد المنيا صعيد مصر، دايما بتكلم مع حضراتكم عن التنميه ودايما بتكلم عن المشاكل اللي ممكن تقابلنا في القطاع الزراعي. ابتدينا نناقش ملف مهم جدا وهو يعتبر ملف علمي، معالج المياه المغناطيسي تاثيره ايه على الاراضي الزراعيه. المردود ان احنا نستخدم هذه التكنولوجيا، خصوصا اذا كنا بنتكلم ان احنا في هذا التوقيت عندنا محدوديه في مواردنا المائيه، عندنا زياده سكانيه، وبالتالي في هدف قومي الاستفاده من كل قطره مياه، استفاده من وحده المساحه في الانتاج. اي وحده مساحه لا يتم استغلالها وهي اراضي زراعيه هي خساره كبيره جدا على الدوله. استخدام معالج تكنولوجيا المياه المغناطيسيه فعلا قدر يثبت كفاءته في محاربه مشكله كبيره جدا وهي ظهور الاملاح في التربه الزراعيه. فاسال مجرب، الهدف ان احنا نسال من المزارع اللي اشتغل اللي استخدم هذه التقنيه هل ليها مردود فعلا؟ هل قدر يتغلب على المشاكل اللي كانت بتقابله، خصوصا ان في بعض الاراضي كان المزارع يائس ان هي تكون منتجه؟ النهارده في اسال مجرب هنتكلم معاكم عن زراعه محصول العنب على نسبه ملوحه تصل الى 1400. النهارده هنشوف معاكم نموذج ممتاز لمحصول من المحاصيل التصديريه الهامه، محصول نقدر ننافس به دوليا وايضا هو مناسب لصحه المواطن المصري. برحب بحضراتكم في حلقه جديده بنسال مجرب. مكملين مع حضراتكم جولتنا داخل محافظة المنيا بنرصد نجاحات استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي وتأثيرها على جودة المنتجات والمحاصيل الزراعية. اتكلمنا قبل كده عن العنب وشفنا الفرق ما بين انتاجية البستان قبل استخدام الجهاز وانتاجية البستان بعد استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي. احنا النهاردة انتقلنا لمكان تاني داخل محافظة المنيا، مزرعة أخرى بتستخدم نفس التقنية، تقنية معالج المياه المغناطيسي. برحب بحضرتك يا باشمهندس. احنا انتقلنا من مكان لمكان، احنا فين دلوقتي؟ احنا مزرعة الحاج محمد كامل، منطقة غرب صمالوط، خلف قرية مبارك. انا شايف ان هنا التربة فقيرة، يعني المصطلح الادق ان احنا قلت لي نسبة الملوحة عالية جدا في التربة. هي نسبة الملوحة في التربة هنا كانت 3500 جزء في المليون، ونسبة المياه حوالي 1100. وزرعنا العنب ده سنة 2016، المفروض ناخد منه انتاج 2017، ف 2017 ما استجبش معانا بصورة كبيرة، فركبنا الجهاز في 2017، أول انتاج السنة دي بسم الله ما شاء الله بعد تركيب الجهاز. أول انتاج، الصنف ده اسمه إيه؟ ده إيرلي سويت. إيرلي سويت. شكرا فايل. المساحة هنا قد إيه؟ مساحة المزرعة حوالي 300 فدان. متقسمة مراحل، فيها مساحة عنب وفيها مساحة خضار وفيها مساحة صوب تزرع حاجات شتوية. التجربة معالج المياه المغناطيسي على العنب فقط؟ لا، احنا شغلنا الأول، احنا في المزرعة دي بالذات احنا استخدمنا سنة 2013 الجهاز، جبناه 6 بوصة في المرحلة الأولانية في العنب الفيلين في الأرض تحت، وبعد كده لما نجح معانا جبنا 2017 الجهاز التاني. لو حبيت اتكلم على الصنف اللي مزروع ده اسمه ايه؟ ايه المعاملات اللي تمت في الفتره الماضيه علشان نوصل بالمحصول للانتاج ده؟ هو من طبيعه العنب احنا بنزرعه بالمفروض ناخد منه انتاج على 16 شهر. لما زرعنا العنب هنا ما كناش ركبنا الجهاز. ده اسمه ايه الصنف ده؟ ايرلي سويت. ايرلي سويت. فلما زرعنا العنب ما استخدمناش الجهاز لان المساحه كبيره وكان عندنا جهاز واحد، فما استجابش معايا في اول سنه، فكلمنا الحاج صاحب المزرعه فراح جاب الجهاز التاني واشتغل معانا السنه دي بسم الله ما شاء الله. ده اول سنه انتاج ومديني بسم الله ما شاء الله. تركيب الجهاز، يعني تركيب الجهاز ومكانه داخل المزرعه مهم جدا، انت بتختار او تحدد موقع تركيب الجهاز ازاي؟ اهم حاجه ما يبعدش عن المساحه اللي انا بزرعها على اخر نقطه في الغيط حوالي 500-600 متر. يعني يكون المفروض الجهاز اخر حاجه يرويها 500 متر، اكتر من كده اضطر اركب جهاز تاني. فالجهاز الاولاني كان مسافه بعيده، يعني انا في اول المزرعه ودي في نص المزرعه الثانيه، فلما جبنا الجهاز التاني ركبناه قريب من المساحه دي وبدا يستجيب الحمد لله، ما فيش اي مظاهر ملوحه على الاوراق خالص نهائيا. السنه اللي فاتت كان ده كله
الحواف دي فيها حروق ومظاهر الملوحه ظاهره جدا على الورق ده. شايفين اللون الورقه نفسه يدل على ان في لا 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 بسم الله ما شاء الله يعني غضر النمو الخضر قوي، وال كمان استجاب بسرعه كبيره قوي معايا السنه دي، والنمو والطول الطراح مناسب، طول السلميه مناسب، الشغل بتاع اللي انا بظهر عليه يعني الحمد لله. من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا في الاراضي المرتفعه الملوحه او الاراضي الصحراويه الخراطيم او النقاطات نفسها بيحصل فيها تلف سريع. سد فبيحصل، بس دي بنعمل لها ممكن عمليه غسيل، ولكن لما برضو اقرر لما ركبنا الجهاز كنت انا بالمفروض اغسل كل 10 ايام، حاليا دلوقتي بغسل كل 20 يوم. كل 20 يوم كل 20 يوم بالنسبه للمعدل التسميد هو نفس معدل التسميد، وبعدين انت بتحط السماد قبل النقطات ولا قبل الجهاز ولا بعد الجهاز، او الطريقه المثلى اللي استخدمه؟ لا انا الجهاز حاليا دلوقتي راكب في بعد الخروج الميه مباشر، والسماده راكبه قبليه كمان، قبلي يعني الميه بتخش على الاسمده بتخش على الجهاز نفسه كمان، يعني الاسمده بتعدي داخل الجهاز. كل حاجه دي ما بتاثرش على الجهاز نفسه؟ لا 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 لا. ايه النصايح اللي انت تقدر تقولها لمزارعي العنب في مصر؟ لان احنا عندنا الانتاج في مصر بالنسبه للعنب انتاج يعتبر مرتفع، ولكن بتقابلنا بعض المشاكل في التصدير بسبب المواصفات، تنصحهم بيه؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه، ان العنب شغله كتير وعايز ناس متخصصه، وهي الفتره بتاعته قصيره يعني فترته مش طويله. انا ابدا شغل العنب مثلا 3 شهور 4 شهور اخلص من العنب، فالمفروض كل مزارع يختار قبل ما يختار اي حاجه يختار الارض الكويسه، بعد كده يختار الميه، والجهاز ده مكمل. الجهاز ده يعني الجهاز ده شغل تاني خالص، لكن اختياره الاول اختيار الارض ثم اختيار الميه عشان يقدر يزرع عنب، ولان العنب تكلفه عاليه ومصاريفه عاليه وشغله كتير. فانا انصح اي مزارع لابد اختيار الميه واختيار الارض الاول. هو اختار الارض واختار المكان، وظروفنا بتحتم علينا ان احنا دلوقتي نستفيد من مواردنا، بقى عندنا احتياج لكميات اكبر من المياه علشان نقدر نتوسع في الزراعه في مصر، وفي نفس الوقت عندنا اراضي فيها ملحيه واراضي فيها نسبه ملوحه بالنسبه للميه. هل ده الحل الامثل؟ هل ده مجدي؟ لان احنا عارفين المزارع علشان تقنعه بحاجه بيحتاج وقت وبيحتاج مجهود، خصوصا ان احنا النهارده مثلا موجودين في ارض مزارع. انت تقول له ايه الفلاح؟ الفلاح انا قبل ما يبدا زراعه يحلل الميه الاول، لو هو عنده اكتر الميه اكتر من 1000 جزء في المليون ما زرعش اي حاجه تتحمش الملوحه. لو هو كان زرع وخلص زراعه لا لابد اختيار بقى حاجه تنزل له نسبه الاملاح دي، ويدور على اي حاجه تنزل له نسبه الاملاح. انا دورت وجبت الاجهزه بتاع دلتا ووتر واشتغلت معايا. انا كنت بستخدم دايما معالج ملوحه كتير قوي، يعني كنت بستخدم كميات من معالجه الملوحه بكميات غير عاديه، بس دي سوائل ما بتعملش معايا شغل كتير، احطها من هنا بتخلص من هنا. لما ربنا اكرمني وجبت الجهاز انا السنه دي ما استخدمتش اي معالج ملوحه في التربه. وبالرغم من كده التكلفه العاليه اللي انت بتصرفها انت ما فيش مردود. انا قللتها خالص. يعني الكميه اصلا برضو معالج الملوحه غالي، يعني كل في السوق غاليه، فانا قللت الكميه دي وما بستخدمهاش خلاص. انا بستخدم الاحماض بتاعتي العاديه لاي مزارع بيستخدمها بجوار الجهاز بتاعي. الحمد لله الزرع زي ما انت شايف، نسبه الخضار زي ما انت شايف، المحصول زي ما حضرتك شايف. بسم الله ما شاء الله قللت التكلفه على صاحب المزرعه. المنيا من احسن محافظات مصر تنتج عنب، فيها جو كويس، فيها عماله متوفره، فيها ناس مدربة كويس. الحمد لله احنا المنيا بدأت اكبر شركات المنيا تنزل فيها. انصح اي حد عاوز يزرع عنب خاصة يزرع في المنيا، والمنيا من احسن محافظات مصر في زراعة العنب، ودي شهادة. في التصدير والتسويق الخارجي بتبقى محتاجة مجهود، ايه اجراءاتها بتقدروا تتعاملوا معها بسهولة؟ احنا في الاول خالص احنا لما بدأنا تصدير في المنيا هنا احنا بدأنا سنة 2002، وبدأنا الحمد لله بدأت المزارع تتطور معانا. ما كناش نعرف أي حاجة عن التصدير، ما كناش نعرف أي حاجة عن العنب. بدأ أصحاب المزارع يدربوا العمالة ويدربوا المهندسين، وكانوا بيستثمروا في المهندسين ويستثمروا في العمال، وجاء صاحب المزرعة كان أهم حاجة عنده الاستثمار في العامل البشري. نشر الوعي بصورة غير عادية عن المنيا وعن كيفية التصدير ومعاملة التصدير. بنى محطة تعبئة، بدأ عمل وحدة تبريد بريكولنج سريع، بني مزار بنبرد فيها، واشترك هو اصحاب المزارع الثانيه، بدات المحطات
المنيا ما كانش فيها ولا محطة تعبئة. بسم الله ما شاء الله المنيا بيجي فيها أكتر من حوالي 5 محطات تعبئة على أعلى مستوى، ولسه اللي جاي أكتر من كده بكتير، وفيها وحدات تبريد سريعة. الأول كنا بنروح عشان نعبي العنب ده، يا إما نعبيه في النوبارية، يا إما نعبيه في وادي النطرون مثلا، يا إما في في الشركات الكبيرة. لا حاليا دلوقتي إحنا بنعبي في المنيا، وبنطلع المنتج بتاعنا من المنيا على المنيا مباشرة على برا مباشرة. أشكر حضرتك، ده يؤكد على نقطة مهمة جدا، إحنا باستخدامنا للعلم قدرنا نتغلب على مشكلة موجودة في التربة. بعد ما كانت الأراضي دي إنتاجها ضعيف جدا، لا بالعكس بقت أراضي منتجة، ومنتجة لمحاصيل نقدر ننافس بيها في التسويق الدولي. بكده قدرنا نوفر فرص عمل، بكده قدرنا إن إحنا كمان نتوسع في الزراعات، يبقى عندنا اقتصاد ودخل أقوى داخل محافظة المنيا. استخدام العلم، استخدام معالج المياه المغناطيسي أثبت فعلا كفاءته، أثبت فعلا نجاحه داخل المحافظات المصرية المختلفة ومنها محافظة المنيا.